السلام عليكم، معكم الأستاذ محمد شعبان ونكمل في دروس التصميم الجرافيكي. حاليا حابين نحكي عن البرسبكتيف أو المنظور. راح يكون درس نظري سريع وبعديه العملي بشكل موسع، لكن هنا في شوية تعريفات نظرية لابد منها. شو هو المنظور؟ هنا بقول لك تمثيل الأجسام المرئية على سطح منبسط، يعني على لوحة أو على ورقة بيضاء. فبقول لك الجسم المرئي، يعني انت شايف عمارة قدامك او مجموعة عمارات او مجموعة بيوت، لكن انت قبل بدك تكون ممثلها على الورق، بدك تكون راسمها، ولكن كما تبدو لعين الناظر اليها من موقع معين. كيف؟ بشكل بسيط، لو انت شايف انا مثلا هيئة هاي او هيئة مجموعة العمارات هاي والمباني، انا عامل لها تمثيل على لوحة، تمثيل على ورق، لكن هي راح تصير موجودة وين؟ في الواقع. فهذا احنا بنحكي عنه تمثيل، هذا هو المنظور. هيئة مثلا لفناء مثلا او لصالون في قصر في كنيسة، هذا التمثيل على الورق هو فعليا راح يرتسم، بعد ما يرتسم راح يتطبق عملي في مكان ما. طبعا هاي في كتير اماكن لو انتم ملاحظين، هذا بنحكي عليه البرسبكتيف، انه انا مثلت اجسام مرئية بشوفها بعيني، لكن انا رسمتها على ورق او على لوحة. وهذه الشغلة بنبهك انه لازم تراعي الابعاد في الاجسام لما تيجي ترسمها وفق ما انت بتراه، وفق عين الرائي. فالوقت فيه ينقسم المنظور الى نوعين، النوع الاول منظور الخطي، النوع الثاني الهوائي. خلينا نحكي عن الخطي. يقصد بالمنظور الخطي مظهر الأشياء كما يتحدد من خلال أوضاعها والمسافات النسبية فيما بينها. كيف هذه الشغلة؟ بقول لك في عندك خطوط أفقية وفي عندك خطوط عمودية. بدك توضح شغلة، أنا بدي أوضح لك إياها بشكل عملي أكثر. هيات عندي أنا خطوط أفقية، شايفين هذا الخط اللي في النص، هذه هيات اللي بعديها واللي بعديها، هذول اللي باللون الرمادي اللون البيج، هاي خطوط أفقية. تمام، بقول لك الخطوط هاي متوازية، لكن كل ما انت بتبعد بتصير ايش؟ تتقارب مع بعض، تتقارب مع بعض. وكذلك الخطوط الايش؟ العمودية، زي مثلا خطوط الكهرب، كل ما بتبعد العمدان بتصير تتقارب مع بعض. زي شايفين كيف هنا العمدان صارن كلين جنب بعض، فانت كل ما بتبعد بتقارب من الايش؟ العمدان. كل ما بتقرب على العين الرائية، مثلا الواحد لو واقف هنا ايش بحس المسافة بعيدة بين العمود والثاني، لكن وانت بتطلع بتحس انه المسافة بين العمدان اللي في الاخر قريبة جدا. فهنا هو المنظور الخطي، انه انت لما تيجي ترسم الاشياء على الورق بدك تبين انه العمدان اللي بعيدة انها قريبة من بعض. كذلك لما تيجي ترسم سكة الحديد بدك تبين انه هذه الخطوط الافقية متوازية، لما تبعد بتصير قريبة من بعض. هاي كمان شغلة على العمدان، هاي زي عمدان الكهرب لو انتم ملاحظين، شايفين عمدان من هان لهان واسعة ومن هان لهان واسعة، من هان بتضيق شوي، بتضيق اكتر، بتضيق اكتر، بصير تقارب كل ما بعدت. هذا الاشي احنا لما نيجي نرسم على الورق لازم نبينه. هاي بقول لك هنا لازم انت ايش تبينها، تبدو وكأنها تلتقي عند نقطة التلاشي على خط الأفق. شايفين مثلا هنا هيئة الخط، هذا بنسميه خط الأفق، التقاء السماء بالأرض، هذا الخط خط الأفق، هنا بتصير تقرب مع بعض. كذلك هنا شايفين خط الأفق، هذا هيئة التقاء السماء مع الأرض، تبدأ ايش تتقارب. والخطوط العمودية المتوازية زي ما احنا مثلنا في أعمدة الكهرباء، كلما بعدت عن عين الناظر إليها بتحس ان ايش في تقارب بشويش بشويش تدريجي بين الخطوط الناتج عن تضاءل حجم الأشكال، كلما زاد بعدها يؤدي إلى الإحساس بعمق الصورة وتماسكها. شايفين كيف هنا تحس ان الصورة فيها عمق، ان في اشي داخل لجوه، وهي كذلك كان طلع تحس ان في حاجة رايح لقدام، معطيك بعد في الصورة. حتى هذا الممر شايفين اخريته معطيك عمق، انه والله في له نهاية.
نيجي نكمل في المنظور. النوع الثاني اللي هو المنظور الهوائي، يقصد بالمنظور الهوائي مظهر الأشياء كما تبدو متأثرة بحالات الجو الطبيعي المحيط بها. هذا بنشحك كثير فيه، لكن أنا بمثلكه إياه بعدة صور. طلع لما يكون أنت واقف على جبل، الجبل اللي قدامك تحس إنه لونه مثلا أخضر، اللون اللي بعديه الجبل اللي بعديه بتحس بدأ يدخل عليه اللون الرمادي، واللون اللي بعده بيدخل عليه اللون الرمادي بشكل أكبر، إلى إنك تصل للنهاية. شايفين هنا الخطوط للنهاية، شكل الجبال في النهاية اللون الرمادي دخل عليها، زي ما بنقول إحنا موتها. اللون الرمادي بعطي عمق في الصورة. فإحنا إيش هذا بنحكي عنه؟ بنحكي عنه منظور هوائي، إنه بتدخل تأثير حالة الجو، الحالة الطبيعية للجو بتدخل في المنظور. هاي بقولك في الخفوت التدريجي للضوء، وفعليا بدخل عليها اللون الرمادي. هي زي ما انتم شايفين هنا اللون الجبل كيف مبين واضح، طلع بعدين قلت درجته قلت درجته، ضل يقل يقل، في الاخر بصير لونه رمادي. هذا بنسميه المنظور الهوائي، اللي هو بتأثر بحالة الجو. طيب نحكي عن خط الأفق بشكل سريع. تعريفه هو مستقيم تتبعه بعينك، بتشوفه بعينك ويجتاز المنظر المرئي من أوله إلى آخره. أما نقطة النظر التي تقع على خط الأفق فإنها تظل ثابتة تجاه عين الناظر. شو خط الأفق؟ شايفين هذا؟ هذا بنسميه إحنا خط الأفق، التقاء السماء مع الأرض أو مع البحر. هنا هي التقاء خط السماء مع الأرض، هيتهم في كمان هي خط الأرض مع السماء. هذه النقطة اللي انتهت فيها الخطوط والتقت بنسميها نقطة التلاش. هالوقت راح نحكي عنها. فهي تعمل لك تعريف وبينت لك إياه بالصور. نقطة التلاشي هي النقطة التي تتلاشى عندها جميع الخطوط المتوازية والمائلة. إشي عمودي ولا إشي متوازي بالأفقي كله بده ينتهي فيها. مثال هيات، شايفين كل الخطوط المتوازية هاي كلها بالآخر انتهت عند النقطة هاي، عشان هيك بنحكي هاي نقطة التلاشي، تنتهي عندها جميع الخطوط المتوازية الأفقية أو العمودية. هيات العمودية طلع كيف؟ انتهت في النقطة مثلا هاي النقطة بنحكي عنها نقطة التلاشي. هان هيات نقطة التلاشي، هان شايفين هذه النقطة؟ كل الخطوط متجهة إليها تماما، فهي بنسميها نقطة التلاشي، تتلاشي عندها جميع الخطوط المتوازية والمائلة. هنا بدي أذكرك ببعض الشغلات. الأشكال ثلاثية الأبعاد، ينبغي على المصمم الالتزام بالقواعد التالية: كل الخطوط المتوازية تلتقي عند نقطة معينة على خط الأفق، اللي هي الخط اللي قلنا عنها مثلا نقطة التلاشي. كل الخطوط المائلة تلتقي عند نقطة التلاشي على خط الأفق. تتقارب الخطوط العمودية كلما بعدت عن عين الناظر، زي ما وضحنا في خطوط الكهرباء، في أعمدة الكهرباء. تصغر السطوح العلوية كلما اقتربت من خط الأفق، وتكبر السطوح الجانبية كلما ابتعدت عن نقطة التلاشي. ايش قصده في انها بتكبر وايش بتصغر؟ بقول لك الاشي، شايف هذه المسافه مثلا من هان، هذا السطح تاع الحيطه اللي هان او الحديد، كل ما بتقرب على عين الناظر، يعني لو واحد واقف هان بشوف هذه واسعه، لكن المسافه من هان لهان مش زي ما بين الحديدتين من هان لهان، فكل ما بتبعد عن عين الناظر ايش بتقارب مع بعض وبتحس انها اصغر. هيك انا بكون شرحت لكم الماده النظريه، وان شاء الله راح ارفقها بالدرس اللي بعده شرح نظري لنقاط التلاشي. نعمل أشكال نقطة تلاشي واحدة ونقطتين تلاشي ولثلاث نقاط تلاشي. يعطيكم ألف عافية، تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا كل إشي جديد. السلام عليكم.